ايوا الصراحه الماتش واخا كاين الاصابات ديال اللعابه، واحد الوقيته فاش كان الفرق ديال 1-0 شويه فهمتي حسنا، والجمهور صراحه برافو للدراري كاع اللي حاضرين، يعني داروا واحد داك الفرق راه ما نساوش انا خدمنا تشجيع باش يرجعوا الدراري ونضغطوا شويه على بنما، حيت هذا هو الدور ديال الجمهور بالتصفار، وهذا الى عاود الانسان الماتش، وهذا شحال من خطره مشات كره للباناميين، هذا دخل في اللعبه ديال كره القدم داخل الصاله ولا كره القدم الاخرى ولا جميع الرياضات. بالنسبه حنا هنا ولكن الماتشات الجايين نحاولوا نتقاتلوا شويه مع البرتغال، وكنتمنوا يعني الماتش شويه صعيب واخا كاين الاصابات، حنا متفائلين انا لا نمشيو بعيد، الدراري يفكروا القضيه ديال اللي درنا في قطر، اننا مشينا حتى لدومي فيلان تقاتلوا، الا وصلنا لدومي فيلان راه حاجه زوينه، واخا كاين المشكل ديال الاصابات ديال اللعابه، وكنتمنوا التوفيق وحنا متفائلين. شكرا. السلام عليكم من عاصمه اوزبكستان تشقنت اللي حدا استاد ارينا، اضمن الحمد لله التاهل مع المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل الصالات، ولدت الدقيق اداء ونتيجه ضمن التاهل ديالهم بنتيجه عارضه على المنتخب البانامي، منتخب اللي رسميا خرج من البطوله، باي باي بنما لايروبور ديسوي، وان شاء الله الماتش الجاي باقي لنا ديال تحصيل حاصل مع المنتخب البرتغالي، المنتخب اللي مرشح انه يدي اللقب، ولكن احنا تا حنا راه مزيان في الكلاسمون، حنا هما 60 عالميا والمغاربه سبوعه ورجاله، تا حنا مرشحين. السلام عليكم. والماتش ما كان سهل، الماتش كان صعيب بزاف، راني في الاول ماركا جوج البيوت قلنا راه المنتخب غادي يقدر يسكوري، ولكن كانت واحد الطلعه جديده ديال المنتخب البنامي اللي تا هو لعب واحد النفس القتاليه وحاول يسجل بعض الاهداف، وهذا تخلعنا الصراحه، تخلعنا وكنتمنى زعما حنا ما يعني ماشي خبراء في الميدان وداك الشيء باش نعرفوا شنو كان الواقع داخل المنتخب، ولكن هذا الشيء حنا كان كيخلعنا الصراحه الله، ونتمنوا هادشي يدارك ونضربوا بشكل اقوى مع المنتخب البرتغالي اللي كتعرفوا كلشي كيعرفوا ماشي منتخب سهل، منتخب صعب. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.